جاءنا من الديوان الملكي ما يلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الديوان الملكي سمو الشيخ نورة بن سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة والتي انتقلت إلى جوار ربها اليوم تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته